حلقة جديدة من عيش وملح. كل رمضان وإحنا طيبين لسه بنعمل شوربة، لسه بنعمل طبق جانبي طول رمضان، البرامج متكاملة. النهاردة أنا عايزة أستأذنكم في أن أنا أبتدي أعمل طبق شوربة إحنا مش متعودين عليه خالص، بس يعني نفسي أعمل حاجة تكون غريبة ومش مهم أنا أعمل، المهم أن أنتوا تحاولوا تقيسوا كده وتاخدوا المخاطرة وتجربوها. الحاجة الغريبة جداً اللي أنا لازم أعترف لكم بيها إن الشوربة ساقعة، وأنا عارفة إن إحنا في مصر عمرنا ما سمعنا عن الشوربة لازم تبقى سخنة وطالعة من على النار. النهاردة هنعمل شوربة من التلاجة وهتدخل تاني التلاجة، بس تسمحكم ما ترفضوهاش غير لما تجربوا، أو لأ جربوا جربوا. الشوربة دي مكوناتها فاميليار جداً في الطعم، عندنا خيار، عندنا عين جمل، وعندنا لبنة، وعندنا لبن. في حاجة زيادة هقولها لكم في السكة للي يحب يعملها، بس يعني في هي الوصفة الأصلية بتاعتها بيعملوها بأن كمان يحطوا ورد، الورد الناشف اللي هو زي زير الورد اللي احنا بنجيبه من العطار معاها. أنا حبيت أبسطها شوية فشلت الجزء ده، لكن إيه قلت برضه أقول لكم اللي يحب يعني ياخدها كده اكسترا مايل زي ما بيقولوا. الخيار اذا بذره كتير هشيله، بس انا حقيقه شايفه ان هو هنا مش طري، يعني المفروض ان لو خياره كبيره الشوربه دي هشيل بذرها، بس انا حاسه ان هي هايله وبذرها لحمها ناشف، فهغير فكرتي عنها، مش هشيل اي حاجه. الشوربه دي هتبتدي وهتخلص في الخلاط ومن الخلاط للطبق زي ما قلنا ان هي شوربه بارده، فهتبتدي بعين الجمل. خليني اكسره الاول قبل ما اروح احطه مكانه. عين الجمل ده هيتكسر بس مش هيبقى بودره، فهيفضل مدي حاجه لذيذه كده واحنا بناكل الشوربه. واحدة هربت مني. ده تقريبا تلت كوباية عين جمل، اوكي، على خيارتين كبار كويسين. نبتدي بقى نروح ندور الحاجات في الخلاط. هنحتاج نحط اللبنة، هجيب لها لبن، اللبن ده يكون ساقع من التلاجة. لو تحمستوا تجربوا الفكرة اللي بنتكلم عليها بتاعت مي الورد الناشف أو اللي هو زر الورد اللي عند العطار، انقعوها في اللبن الساقع بحيث لما تحطوا اللبن يبقى أخذ طعم زر الورد، طبعا هتصفوه. بس الحقيقة أنا قلت مش كله جديد كده مرة واحدة، مش عايزة إيه، مش عايزاكم تتضايقوا. هبتدي كده ادي خلطه الاول علشان برضو ايه قبل ما يبقى السوائل كتيره وعين الجمل ما يعرفش يتحرك. نجيب سكينه. الشوربه دي بقى هتلاقوها رطبه وساقعه ولذيذه، وانا والله برغم ان هي احنا مش متعودين على الشوربه الساقعه ويعني كلام كده غريب على دماغنا يعني، بس لو مش هنجربها في رمضان في يوليا هنجربها امتى؟ يعني لو مش هنشرب شوربه ساقعه في يوليا في رمضان عمرنا ما هنجربها. هتلاقوها الطف كتيره قوي من الحر اللي بتعملوه الشوربه السخنه. احنا خيارتين كده، احنا عاملين كوبايتين لبنه وهنحط مثلا قيمه كوبايه لبن تقريبا.
على خيارتين او ثلاثه زي ما تحبوا، ما فيش يعني ما فيش مقادير قوي قوي يعني كده. احنا تمام. والخياره دي كمان هنديها خلطه، يا رب تتحرك بس شويه. لاحظوا ان احنا كده بنفرم برضو عين الجمل، ها عين الجمل شديد شويه على الخلاط. ممكن اساعده بحته لبن. ادي اللبن، انا مش عايزه دلوقتي احط لبن كتير لان اللبن الكتير هيخليه عين الجمل ما يتدربش كويس. يعني لو انا زودت دلوقتي كميه اللبن هلاقي عين الجمل زاغ كده في وسط اللبن، السكينه مش هتفوت فيه. فانا بحط لبن على قد ما اقوم الخلاط، وبعد كده اشتغل بقى اضرب. لا لسه خليني اخد ضربه كمان عشان انا شايفه الخيار حتت لسه جوه. بيطرطش بقى والهدوم زرقاء النهارده ولسه عندنا دقيق، العجين فيه دقيق. هنبقى ازرق بابيض، هنلون بس يعني كله فدا الاكله الحلوه. بصراحه انا ممكن استحمل حاجات كتيره قوي علشان اكله حلوه. نبيض بقى الازرق، مش عارفه ايه، مش مشكله. دي مش هتحتاج بعد كده غير ان احنا نظبط ملحها وفلفلها لو هنحط، وخلاص هنشيلها في التلاجة تسقع. وقت التقديم نظبط الملح والفلفل، ده طبعا بعد ما هنحط الاعشاب يعني، ونبقى عندنا احلى شوربة ساقعة في الدنيا. كده كفاية. ناقصني ايه بقى؟ لفه بشبت ونعناع. نجيب شبت ونعناع نقطعهم ونحطهم معاهم، ياخدوا لفه يتنكهوا. واهم حاجه اروح اشيلها في الثلاجه ما تتشربش على طول، لما برده كل الطعم وكل الريحه يشرب من بعضه تبقى ظبطت بقى، تتملح يتظبط ملحها، ما نحطش الملح بدري، وتتقدم بقى على وقت الفطار بصحه وعافيه ان شاء الله. خليني النعناع من الحاجات اللي لما بتكتر بتمرر، فالواحد يبقى حلو قوي وجميل قوي بس استعماله بحساب. انا هحط نعناع وهحط شبت، شويه شبت مزنقين قوي في بعضهم بس هنعرف نطلع شويه شبت. حلو كده، نجيب سكينه. الدنيا بقت كلها اخضر فاخضر فاخضر. إيه على فكره زهر الشبت ده احنا تعودنا نشيله بس هو ما فيهوش اي ضرر، يعني احنا لو اكلناه ولا هيحصل اي حاجه خالص. ساعات كده نلاقي الشبت مزهر كده يعني مش مؤذي. خلاص كده على الخلاط. طبعا الوقت اللي في التلاجة هو اللي هيظبط الطعم، هو اللي هيخلي كل ده يبقى لطيف. شكرا. طب ممناها، هندخلها بقى تسقع زي ما هي باللي هي فيه ده، تسقع وقت الفطار سنة الملح سنة الفلفل وتتقدم على طول. احنا كده هناخد فاصل، بس لازم اقول لكم بعد الفاصل هنعمل ايه. بعد الفاصل هنعمل مناقيش بالزعتر، هي بتاخد شوية وقت فهحاول اختصرها بقدر الامكان علشان نلحق وقت الحلقة. بس
اهي ما نقيش، انا عامله طبعا شويه جاهزين عشان العجينه لسه هتخمر وحاجات كده. بس الاكله دي احلى نقنقه واحلى سناك بين اكلتين او في عشوه بالليل، تحفه. هنعملها مع بعض بعد الفاصل. انا اول حاجه بس قبل الفاصل هبتدي احط زعتر في زيت زيتون، وبعد كده على طول اهو الزعتر لقيته الحمد لله، اتخضيت قلت فين الزعتر، انا مجهزاه كده. هنحط زعتر في بوله فيها بصوا دي مش زعتر، ده دقه زعتر. كويس اني خدت بالي اقول لكم دي دقه زعتر، وهحط معاها زيت زيتون عشان اسيبهم ياخدوا من طعم بعض اثناء الفاصل، وترجعوا نعجن على طول ونعمل المناقيش. نشوفكم بقى بعد الفاصل. احنا دلوقتي هنبتدي نعمل مناقيش، احنا مضطرين نشتغل الوصفه دي بسرعه جدا لان هي بتاخد وقت طويل قوي، واحنا يعني هنحاول نختصر على قدر الامكان. احنا عندنا هنا ده ربع كيلو دقيق، 250 جرام ربع كيلو دقيق هحط عليه. خليني ده دي بقى خطر جدا ان الواحد يعملها من غير معايره. معلقه واحده خميره، الخميره السريعه، وعايزين ملح وسكر، ده اهم حاجه. ادي سكر، احب احط بايديا، بحس بكميه الحاجه بايديا اكتر، والملح. كده احنا هنخلط دول كده مع بعض، هندخلهم في قلب الدقيق، بعد كده هنحط ميه دافيه وهنعجن. العجين طبعا بياخد وقت طويل 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 طويل، وخصوصا ان انا بحب اعمله على ايديا علشان كل الناس اللي ما عندهاش عجانات وخلاطات. هنختصر بقى في وقت العجين ده، بس خلوني افكركم ان احنا قبل الفاصل حطينا دقه زعتر، عشان سوري انا قلت لكم زعتر، دي دقه زعتر. دقه الزعتر عباره عن زعتر وسماء وملح وسمسم. دي دقه فظيعه، دي دقه شامي، احنا طبعا بنعمل احنا اساتذه الدقه المصري التحفه، بس كمان دقتهم حلوه كده. انا بنلخبط كويس قوي المقادير الجافه، خلاص ده شكرا. وهنحط عليها الميه دافيه، لازم كده ما احط ايديا الاقي ان الميه زي ما بندي البيبيهات انا خليني ابتدي ما ابتديش بايديا قوي علشان اخلي ايديا نظيفه سنه وقت. قلت لكم النهارده لابسه ازرق، كان لون مش موفق، الحلقه كلها ابيض فابيض فابيض، عندنا الشوربه وعندنا الدقيق، الازرق ده اقل حاجه بتبان فيه. كده حلو. طبعا كلنا عارفين اللي هنحطها هنعجنها كويس قوي، وبعد كده هنسيبها تخمر. اللي انا لازم اعمل منه جزء كده بسيط قصادكم اني انا اعجنها، لان العجن لازم يتشاف شويه. دخلنا بقى استعنا على الشقه بالله زي ما بيقولوا. دي ما فيهاش زيت بالظبط زي عجينة العيش، هي دي عجينة المناقيش. مناقيش بقى الناس اللي بتعمل مناقيش بتحط عليها، ممكن يبقى مناقيش بالزعتر زي اللي هنعملها النهاردة، ممكن نفس العجينة يحطوا عليها معجون الفلفل الأحمر الحلو بالحامي، ممكن يحطوا 100 حاجة وحاجة. فبجد أكلة سريعة ولذيذة، هايلة على السحور كمان. كده احنا جمعنا العجينه، حلو،
ناقص ان احنا نعجنها. انا افضل اجيب بقى لوح خشب علشان ايه ما الاقيش ان الدنيا كلها اتوسخت معايا. خليني اعملها على اللوح احسن. العجينه دلوقتي مفروله، احنا المفروض نعجنها لغايه ما تبقى ناعمه، بياخد وقت طويل، الموضوع ده بياخد وقت طويل. طبعا مش هنعيش القصه دي كده واحنا بنصور لانه حقيقي كتير، بس زي ما قلنا عايزين العجينه تنعم. كل ما التكسيرات دي تروح منها وتتحول لكائن املس او شيء املس وناعم، هو ده دي العلامه ان احنا نوقف عجن ونشيلها بقى نريحها في الثلاجه. سوري، نريحها في مكان دافي مش في الثلاجه، ده احنا حاطين ميه دافيه، ونريحها في حته دافيه لغايه ما دي بس نقطه زيت، علشان لما احط العجينه هنا واغطيها وادخلها في مكان دافي كده انا هغطيها علشان تختمر. وهنجيب بقى اللي جاهزه. اللي جاهزه انا شايلاها في الثلاجه لان هي خمرانه وخلصانه بقالها كتير. بصوا هوريكم بقى الملمس اللطيف للعجينه. عجينه فيها خميره، بصوا لما الصابع بيدخل فيها كده ازاي. هيبقى صعب نعجن بقى على ده، فممكن اوسع شويه كده ونبتدي عجين مباشره هنا. عايزه كمان اشغل ده لاني هعمل العجينه النهارده على الفرن. احتاج نشابه واحتاج دقيق. انا بقى لقيت ان ايه طريقه ظريفه، لان انا بتضايق قوي من نطره الدقيق في كل حته، والواحد بيحتاج كميه كبيره من الدقيق، فلقيت انه بيبقى اسهل لي في التنظيف بعد كده لما بخلص الشغل اني ابقى مخليه الدقيق على شويه ورق زي كده. بحطها خلاص بتخلص منها، بتبقى الدنيا نظيفه بدل ما اقعد انضف واعمل. خليني الاول ابططها بايديا بيبقى اسهل، مش لازم ابتدي بالنشابه. بعدين واحنا بنشتغل بالنشابه ندور كل شويه، ندور ربع دايره. قلت لكم قبل كده ان انا من سنتين اتنين كنت عمري ما عجنت عجينه في حياتي، بس لقيته والله مش وحش زي ما انا كنت متخيلاه. يعني كنت دايما بخاف منه، احسه حاجه صعبه ولازم اقيس ولازم اعاير، وانا بكره الحاجات اللي فيها عيارات قوي، يعني مش بحب اللي بحب ابقى تلقائيه شويه في المطبخ، والعجين مش عايز حد بيتصرف بالسنس او باحساسه بالموضوع، عايز حد بيقيس دقيق كل حاجه بالملي وبالجرام وبالكسر وحاجات كده. فعشان كده انا كنت العجين ده مش من الحاجات اللي خفيفه على قلبي يعني. بس ابتديت اعجن، وبعدين لما بصراحه لازم اعترف لكم ان من الحاجات اللي بتخليه سهل قوي ويعني اقل كده ان الواحد يحس انه مأمورية صعبه، هو الميزان. لما الواحد بيوزن بيلاقي ان موضوع العجنه كلها اتعملت اسهل كتير قوي ما يقعد يعاير بقى اكواب ومعالق وتطلع مظبوطه تطلع مش مظبوطه. فالميزان بيشجع جدا على ان الواحد يشجع نفسه على العجين. انا هحتاج واحده اكبر لان العجينه كبيره عليا. بقت عجينه هايله. كسرت هنا، معلش. دلوقتي انا مش عايزه اطول عليكم، لكن نحاول بقى نبتدي نعمل كام واحدة كده بسرعة.
انا هحاول اقطعها كده لان ده اسرع. وبس خلاص. ابتديت احس بالحراره بتاعه الفرن اللي جنبي. دول طبعا هيستعملوا. دلوقتي هنوسع ده برضو شويه كده تاني ونعمله بشوكه علشان مش عايزينه يترفع معانا، عايزينه يبقى شويه مش مرفوع، فعايزه اخرمه بشوكه وابتدي اعمل كده. ولو انا بقى فاضيه ورايقه والواحد ساعات انتوا عارفين كل اي واحده بتدخل المطبخ عارفه ساعات الواحد يبقى بيشتغل برواقه وساعات يبقى عايز يخلص او مستعجل او وراه حاجه، فاللي رايق بقى يقعد ايه يزوق فيها كده ويلم فيها كده. بس لا خليني الاول اسخنها. دي طريقه جديده، احنا متعودين اي حاجه بنخبزها في الفرن، لكن دي طريقه جديده ان احنا نحاول نعملها بالطريقه اللي الشوام بيعملوها لما بيحطوها على الصاج. بتشوفوا في المحلات الشامي كده تلاقوا الصاجه مقلوبه، العجين بجد احد مشاكله كمان انه بياخد مجهود، واحد لما بيعمله ساعات كده يحس انه ايه مجهد شويه. طبعا احنا ممكن ندخل الفرن وممكن نعمل بره، الفرق دي في الفرن، اللي جاهزه دي معموله في الفرن، دي انا هعملها بره عشان نبقى عملنا الطريقتين. لو في الفرن هتتحط على 220 8 دقائق بكتيره، مش هتجيب 10 دقائق. عايزه يبقى معايا شوكه علشان لو لقيتها بتفتح ابتدي اخرمها. هنا ودي ممكن بسرعه اعمل واحده ثالثه. أشوكها الأول، أشكها الأول. بصوا هي عايزة حاجة سخنة، أول ما من تحت هي بتستوي بسرعة قوي قوي، أول ما من تحت هتستوي هيبقى خلاص ده وقتها. دقة الزعتر زي ما قلنا ان هي فيها زعتر، ده مفيد جدا جدا، مفيد قوي يعني. الزعتر ده اكتر من نعناع، اكتر من يعني من النباتات العلاجية بشكل فظيع، بس كمان غير ان هو طعمه حلو وغير ان هو مفيد، هو كمان يعني مع الوصفة بتاعته مع السماق طعمه مزز كده، السماق بيديله مزازة. دي بصوا شكل العجينه خلاص داخله على سوا ازاي. ممكن ابعدها يعني اخليها اجنبها في الصينيه. دي اللي ابتدت لون العجينه من فوق اهو قايل انه خلاص داخل على سوا. بصوا اللون هنا زي بالمقارنه باللون هناك. وطريقه سهله برضو، اسهل ما ساعات الواحد يبقى فرن ومش عايز يولع فرن كده، في ثواني زي ما انتم شايفين هوريها لكم من تحت. شايفين مسكت نفسها ما بقتش عجينه خلاص، فاضل حاجه بسيطه قوي. ممكن دلوقتي اهدي سنه النار. خلاص دول فاضل لهم ثواني ويستووا ومستويين حلو. ما ينفعش نسيبهم، ما ينفعش نسهى عليهم،
لازم نبقى كده on top، يعني واقفين على دماغهم زي ما بيقولوا. طيب نبتدي بقى نقدم الشوربة. احنا كنا شايلينها في التلاجة فاكرين، عايزين نطلعها نظبط الملح والفلفل. ممكن نعملهم ايه كده من غير ما نشغل الخلاط تاني. وعلى طول اجيب الطبق ونقدم. انا هضطر اسيبكم دلوقتي، زي ما قلت لكم الوصفه دي حراميه وقت، بتسرق مننا وقت طويل قوي، ما بنقدرش نخلص كل حاجه واحنا معاكم. هنقدم الشوربه، انا هسيبكم وهنقدم الشوربه وهتشوفوا المناقيش والشوربه جاهزه. اشوفكم ان شاء الله على خير في يوم تاني من ايام رمضان الكريمه مع شوربه جديده ونقنقه جديده، وكل رمضان واحنا طيبين، ويا رب يحفظ مصر في امان. Thank you.